مالك على مالك مالك على مالك. بعد عني بعد عني. حرك انا اشوف. ده يلا يلا. كيف ترجع لحالها زحل الصابونه وعم ترغي؟ شوف الرغيف عم ينزل بعد بعد عني. يلا يلا. شفت كيف صرت العس عليها؟ ابو نجيب انا قبل شهرين ثلاثه ما بحسن بشتغل. ها سيدي يعني قبل ما تنكسر رجلك كنت تشتغل؟ اللي بسمعك بيقول الشغل مقتل بعضه. اخ يا ابو نجيب اخ ابو نجيب. تعال لك تعال معي. ابو نجيب قبل كنت كل 10 ايام اشتغل لي شغله طلع لي 500 ليره، اما هلا حصرتي. شكرا كثير يا سيدي. وهلا بيمشي حالك يا بديع. تفائلوا بالخير تجدوا. يعطيك العافيه يا سيدي. يا سيدي هلا اقتنعت انه الشرطه في خدمه الشعب يا سيدي. يا معلم طول بالك عني شو بيصير؟ رحت تبدلني حركتني. انت ماشي على بيت شو عملت؟ استعجلك شوي. الله يعين نسوانك عليك، صار انك شهر ولا شيء يعني ولا شيء. الله يعطيكم العافيه يا شباب. الله يعافيك. ما في غير بتوقف دون ما تشعل صباطك تعبك. بعد لي شوي بعد. يا بقول لك اذا الصباط عم يطلع من رجلي يعني امشي حالي يعني. روح ايوه. منيح هيك؟ منيح، خذ شمالك شوي. شو السر هذا؟ أرمانك شو جلست بهذا هي؟ سوق على مهلك حاجة التشطيب. أنا ما عم تشطيب بس الطريق كله بطل بيت وحفر. إذا طلع من المطب بنزل بحفرة. هلا لا تحط لي حجة المطبات والحفار، سواتك متهوي. يا سيدي مو أهوى من سواتك. في يعني؟ في على هالزمن يعني حد واحد مثل هاني يتحكم فينا؟ اتلي عليك أنت. أنا الحق علي سحبتك من المستشفى لهو. بيتك يا هاني، تعال وين رايح؟ أنا رايح على البيت. لك فوتني لجوا. ما بدي فوتك، بدي اخلي الشمس تحرقك حرق هون. انا هاني مو حقي. الله يخرب بيتك يا لا 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 لا. خير خير ابو طمزه شو صاير لك؟ لك هذا المسروق تركني ومشي. بالظاهر حكيت لك معه شي كلمه ام حريت. ما قلت له شي، قلت له تفو. هلا حكى ولا ما حكى؟ هذا رجال عطيله، ما بيجوز نحاسبه على كلامه. تعال حطك بالعربه يلا. تعوا شيلوا معه. تعوا ساعدوني. على مالك يا شوي. يا حسن اسمع عليك يا ابو تمزه. وين بتريد فوتك؟ فوتي على روضه يا رب. الشرطه في خدمه الشعب. منها. على قامتي انتي قومي بالسلامة ولك مني صفط راحة لا تدو. ماني ما رح نصفط لك ما حيث. علي على مهلك. اخ وقت بتنجوني اخ. شو بدي اجفع لا اجفع. كلكم عيونكم شلون صاروا بهاللون؟ انا ما عم شوف. انا دخلت انا ما عم شوف. انا عم شوف. يسلموني كلهم لكم ما عم شوف. منيح اني ما كنت معهم يا صغيري. ايه منيح الله يسلم لي اياك لبنتي ودرايلها. الله يسلمك. شو بتحكي؟ فيفا غدا وصلت. ليش ما كنتي معها؟ بلا بس تعطل التاكسي فينا، قام الشوفير حملها واجا فيها لهون. وينها؟ ليش ما اجيتي معه؟ قال لي اضطري للتاكسي. وانت كيف اجيتي؟ اخذ تاكسي ثاني بس رايح وجاي قاعد عم يتهركش فيني. الله اعلم شو فكروني. وبتعرفي وين ظلت التاكسي؟ طبعا. اخذتي رقمها؟ لا. امشي قدامي دليني وانت امشي لنشوف. يلا يلا عمي ابو نجيب. يلا يا فاطمه من دول البيت ما بيجي من وين من دول الوجع على الراس. اخ شو عليكي؟
ان شاء الله بتموتي وما بلاقي قبر ادفلك فيه. يعني ضروري الواحد يطلع مشان هذيك الشغله، في مليون شغله وشغله مشانها بيطلع الواحد. ايه ومشكله وقتها بزحلك انا. لك بالاول قلت لك نامي انت هون وانا بنام هنيك، انت رجلك ما بتحسني تدوسي عليها بس انا بحسن ادوس عليها، صاي صابونه رجلي زاحله وعم تلغي بس انا بحسن ادوس عليها لانه انا رجال. وري وري بدكم شيء قبل ما نمشي؟ زكاتك بس ترجع تجيبي لنا معك كيلي نعتازه. عذبناكم مانا، يسلموا اليدين. لا ولو عذابكم راحه، اذا بتحتاجوا اي شيء قولوا لنا. وري وري بدي مرتي انا ما عم شوف شو صار لعيوني، بعدين لونهم هيك نشئت صاير انخضر من كتر ما عم تخرطي فاصولي. مرتي لا الله يرضى عليك، انت حاسه بشي؟ مثل مالك حاسه. شو حاسه؟ انت شو حاسس؟ انا حاسس بوجع. وانا كمان كتير 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 كتير. قد ايه؟ مثل ما انت موجوع. هون؟ ايه هون يسلموا ايديك. على انو غرفة؟ هنيك هونيك. ايه هونيك هونيك. هنيك اوكي. ليش وقفت اخي؟ تعبت، خليني اخذ نفس. بعينتك بتدخن كثير. ايه شلون عرفتي؟ لانه كل مترين بتوقف تاخذ نفس. صار لي زمان عم اقول بدي بطله بس ما عم تزبط. اخي هلا لو اجينا بتاكسي من المستشفى لهون مو كان اريح لك واريح لي؟ ما بقدر، امنوني وصلك لهون بنفسي. بعدين هدول الشفرية ما بيتامن لهم ولو انا منهم، بس يشوفوا واحدة حلوة بتشط ريالتهم. ايه مو ضروري، كنت طلعت معي احسن ما تعب حالك. والله زعلت علي. والله ما اجت على بالي. لسه ما ارتحت اخي. باقي دقيقتين. ايه باقي مترين ونوصل. ايه هن اخر مترين اصعب مترين. كم ماشي فيني منيح خليني فوت دق الباب. يلا ليش بدق الباب؟ ما في داعي، تفش دفش. لحالك بالبيت؟ لا، شوزي جوا مكسور هو الثاني، يبعث لي الله. متجوزة؟ متجوزة؟ يعني اذا ما وصلها لهلا معناها في جريمه بالنص حتما. طيب ليش حتى يذبحها؟ مو جريمه ذبح، جريمه من نوع اخر. ما بظن ما بظن، لو شوفير التاكسي عامل شيء كان ما بيترك التاكسي وراه دليل ضده. ايه مزبوط سيري، عليك صحيح. نحن لايبين عم ندور وزيزون وزيزونه هون. اخ ضهري، رجعوني على المستشفى. تقتل هو والشوفير. شو انا مالي شغله غيركو؟ ظهرك على شعره رح ينكسر وحوضك ثلاث شقف ولساتك عم تخاني؟ كان حاضنها بين ايديه وشاحطها، الله لا يعطي العافيه. يا شفي في مليون حل غير لخنا، طلق. شو طلقني؟ لكن يعدلوا اربع خمس اشهر زياده بالفرشه احسن. لا يطلق ولا يخانق، الرجال ما عمل شيء. لكن بدك يعني استنى لحتى يعمل غطى على قلبي. غمي يلا شيلوا على المستشفى لشوف. نشيله نشيله شيلوا خلصوني. منيح لي ما اخذنا النقاله، ساعدني سهري. لسه بده يرجع يقعد بالمستشفى شهر مرت عمي. اخ مبليين برجال بهالعيله، كل واحد احون من الثاني.
يعني انا حيوان امي؟ ما حدا قرب صوبك انت. معناته انا قصدي. يعني لا. انت ما صدقتي امتى انكسرت حتى ما عدت اقدر ربيكي. ليش وقت كنت بصحتك وعافيتك الكاملتك كنت مربينا؟ خلص مرت عمي لفيها بقى. ما بدي لفها، بقى الدم من عيوننا حتى جمعنا المصريات، عمل العمايل حتى اقنعنا نشتري له طرطيره، اشترينا له بطيخه، بدل ما يروح فيها على الشغل لعب بعقلنا كلياتنا واخذنا سيران. انت حالي بشممكم الهواء. شممتنا منيح. هلا انا اول واحد بيعمل حادث يعني؟ ما حليلك ترجيني انك بتسوق بايد وحده بالطرطيره، الا فوق الجسم ستتنا كلياتنا من فوق لتحت. قومي زهرة، قومي قبل ما يعلق ضرب البوكس. لا تتركوني لحالي، هلا بتستفرد فيي وبتستقوي علي. لا تخاف عمي ابو طمزه، مرت عمي بتموت بدباديبة، ما تسخفي. قوم وخذ مرتك معك، مو ناقصني ابتلي بحدا الليل. اه طولي بالك يا خالتي مرت ابي ام هاني، يعني انت شايفه بعينك الجماعه وضعهم كيف؟ لك يا بنتي صار لي شهرين عم بتحملهم. اول شهر مضوب المستشفى قلنا معلشي، ثاني شهر ما دفعوا قلنا معلشي، وقبل منها شهرين قديه صاروا يا حزرك؟ اربعة اشهر، اربعة لهم ما دفعوا. معلش الله بعينك تحملي، افترضي حالك مطرحهم. انا مقدره وضعهم بس هن كمان يقدروا وضعي، شو بنا؟ ما رح ياكلوا اجار البيت، بكره بس يقوموا بالسلامه بيدفعوا لك. يا حبيبتي مو واقفه على اجار البيت بس، صار عليهم 7000 ليره دين بالدكان. ما ياكلوا يعني يصوموا؟ لا تخنتيها، انا حبيبتي عم حط دم قلبي بالدكان، ما بقدر طعمي حدا ببلاش. طيب شو بدهم يعملوا؟ خلي ابو جدعان يساعد بنته شوي، او شفيق يبعث لقرايبينه يبعثوا يساعدوا. عدم مؤاخذه انا غريبه، انا مالي مجبوره بحدا. وينكم؟ انا راح لعندهم افتح معهم الموضوع، بركي بيلاقوا لهم حل. يلا سلام عليكم. بتاكلهم بلا ملح، من يوم اللي جوزته لابي اكلته بلا ملح، اختفى. انتي قلبك كبير ام هاني، اصبري علينا شوي، لو يطلع بايدنا ما منقصر معك ولا نهار. انا ما عدت اقدر اصبر، انا مالي فاتحه جمعيه خيريه فهمتي ولا لا؟ نحن ما لنا عاوزينه، بس شايفه حالتنا شنو؟ انا شايفتكم بس انتو كمان شوفوني، حجز اغراض من الدكان، بتعرفوا حالكم ما بتقدروا تدفعوا، مو ضروري تدولوا او القشطه والمايونيز. ابوك يا هالزمن اللي صارت ام هاني تحطنا فيه. لا تأخذيني مهاني بلش يفرق. شوفي اختي انا ما عتقدر اتحمل اكثر من هيك، راكبين على ظهري وعم تضربوني من نية. لا تحكي ولا كلمه. ام هاني حبيبتي انت، اليوم بديع رح يفكوا للجبسين وبكره ان شاء الله بدور على شغل، وكم يوم من سدد لك حسابك حبيبتي. ام هاني ليشو؟ عن اذنكم. الله معك ام هاني، مع السلامه يا حبيبه قلبي. ليش ما عملوا لك صورة هني؟ بدون ما يعملوا أمي، عرفوا لحالهم طلعت رجل أطول من رجل، لذلك عم بقلبش. يبعت لهم حمى، ما بيصير هيك، شو الشغلة ميطرة؟ إيه مرت عمي العملية كتير سهلة. لك سهلة مو سهلة مو مشكلة، المهم ما صدقت أنا إمتى يفكوا له لبديع الجبصين ليلاقي شغل. إم هاني أكلت راسي بالمطالبة. أمي مو مشكلة، إم هاني مو مشكلة، المهم طلع أنا هيك عم بقلبش. حبوبة كتير حبوبة. روحي روحي. يسلم. وين الماي؟ شفيق شايفت لك حالي صرت شيء انه ادعس على رجلي، بركي بروح بكره بفكوا لي الجبصين. ما بتفكي الجبصين، بنروح انا وياكي سوا بنفك الجبصين. بالله انا طبط، انت لسه بدك شهرين بالفرشه. واذا ما بتفكي الجبصين لحتى طيب انا. ليش بدك يعني ضرب الجبصين؟ لحتى ما تروحي وتجي على كيفك. لا خليني اروح واجي على كيفي، بركي تدبر لي شي شغله رح نموت من جوعنا. لكان هذا انت اللي بدك اياه، شايفتيني ملقح لا بهش ولا بمش، لذلك بدك تروحي وتجي على كيفك.
لا 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 لا، مشكلتك انك ما بتتركي لحالك، ما بتعرفي بعدين الفرق بين الصالح والطالع شوفير التاكسي. ها على شعرك كان شو فكرني ما بفهمه؟ بس توصل السكين على الرقبه بصير بفهمها على الطاير. بس توصل السكين على الرقبه ما عاد بينفع الفهم. ما بتفكي جبصي، ما بتفكي جبصي، ما بتفكي جبصي. بدك تطولي بالك يا ام هاني، نحن جيرة عمر. روح بقى حاجة تقول لي جيرة، تضرب لك هالجيرة، شو مستفيدة من وراكم غير الديون؟ زهرة عم تشتغل، على أساس اليوم منجيب لك دفعة؟ شوف أخي كون بعلمك، إذا اليوم ما جبتوا لي أجار البيوت، رح أجيب لكم الشرطة. لا 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 يا أم هاني، رح توصل للشرطة؟ إيه بدي وصلها للشرطة، ليش شبني؟ أنا مالي حاشري حالي أنا وجوزي وابني بغرفتين وتاركت لكم البيت واقف، أنا مأجرة بيت طويل عريض مشان أستفيد. ام هاني زهرة اشتغلت وجابت لنا مصاري، تفضلي. شو ها؟ دفعة 500 ليرة دفعة؟ لك إلي معكم 9000 ليرة أجار بيوت، هذا من عددين الدكان يا جماعة. على عيني ام هاني، على عيني يا ام قلب كبير أنت، كلها شهرين زمان منفك الجبصين ومنوفيك. وأنا شو بدي أعمل بهالشهرين زمان؟ بدي أعيش بعيد؟ شوفي حبيبتي، يا بتدفعوا يا بتطلعوا. وين بدنا نروح ام هاني؟ وين بدنا نروح؟ نحن عائلات ما بنستحكم الا نسكن. ما بيهمني يا اختي، انا ما دخلني، يلي بيدفع بيضل واللي ما بيدفع بيطلع. روح عنا بقى. شو حاكي وانا برا؟ عينك هي دحل بدي العب فيها رقبتك. ما حكيت شيء، بالعكس وكثير لطفتها، بس هي ناوية على الشر. كمان الثانية بدي اقلع لعينها والعب فيها دحل. شو الشغلة هيك فكرك ولا هيك؟ بوران الحكي منافق، صرنا 6 شهور ما دفعنا، قانونيا بتحطنا برا. مندفع لها. من وين؟ من بيعني شان جدك. لك شو؟ شو تبيعني شان جدي؟ يا تسرت العيلة يا. لك أنو عيلة؟ أنت آخر واحد ما بزرت ومجبصان، يعني آخر السلالة. لسه في عمر، احتمال بزر بعدين. لك إمتى؟ لك إمتى؟ اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. امتى اصلا جدودي كلهم علق بالنياشين؟ اساسا ليش نحن سمونا بيت المشنشل؟ قد ما كان جدي مشنشل شنشل بالنياشين، هلا بدنا نبيعها؟ دخيلك ودخيل هالنياشين، دخيلك كلهم بيوطوا الراس. هلا النيشان صار بيوطي الراس؟ طبعا اذا كان مثل نيشان جدك، ليش الاتراك يا حزرك شنشلوا لجدك؟ لانه كان بطء. لا لانه كان ينصف تقارير ذات اليمين وذات الشمال. يا الله ينصف عمري ويلحقني بجدي، اساسا انت غيرانه من الماضي تبع جدودي وعم تصفي العيلة اصلا. ايش ناوي يكسروا لك رجلك مره ثالثه؟ شو بدنا بديل؟ اخ مصيبه، صاير احسن ادعس عليها. عود وريح. ما عاد احسن اتحمل، قبل كنت قاعد مو فارقه معي، بس هلا لازم اشتغل، ما بحب البطاله انا. لك ايش بدي احكي شفيق؟ بدي ضل ملقح على التخت شهرين. مجيد شفيق لوح لوح، متعود على التسطيح طول عمره، مقضيها هيك ما بيفرق معه شيء، بس انا الشغيل. شيلنا هلا من شفيق، في موضوع اهم من هيك بكثير. شو هو؟ شو؟ احكي لك اياه. احكي لي بس ما بدي اسمعه هون، هون ما عم بحسن من رجلي واخذ راحتي. اسمعني بعدين انا بدبر حالي، ماني صغير بعدين. ايه شو بدنا؟ احكي لي. على قلنا ام هاني هلا عم تنيشن على البيت، بدها تطالع واحد منا. يخرب بيت البال ام هاني، شو ما عندها شفقه؟ ما لها شايفه حالتنا؟ اجت لايدها بدها تطالعنا وتاجر سياحي. والعمى؟ امك وابو طمزه دبروا حالهم، بده يبيعوا نيشان جده لابو طمزه، وانا بقدر ادفع عن حالنا، اما شفيق غاد انا ما دخلني، دبروا حاله. يخرب بيت قلبه الشفيق، شيله احتاس مخه فاضي مثل صندوق البويا، معقول يطلع على الضيعه؟ على القليله هنيك بشم هوا نقي. قوم له. رايح له، انا اللي بقول له. اتركوني اتركيني مالي صغير. نيلي علي نيلي، ليه ليه يا ابن الزمان؟ ما بطلع الضيعة، انا مالي حدا بالضيعة. شو ما لك حدا؟ إلك جدة. لا انا هربان من جدي، ما بكفيني البلاوي اللي اجت من تحت راسه، اصلا انا ما بطلع الضيعة لو بتنكسر سلسلة ظهري. خلي غادة تفك الجبصين تشتغل مثل ما عم تشتغل زهرة. غادة ما بتطلع من البيت إلا رجلي على رجلي، وأنا رجلي مجبصني مثل ما لك شايف، معناها ما في طلعة من البيت. بس أنا طبت شافية، طبت رجلتين التنتين صاروا صار. بس أنا ما طبت ورجلتين التنتين مجبصنات، معناها بتقعدي وبتنقبري بالبيت. خلص بديع، ما في فايدة، لما تعزف على هالوتر ما في فايدة. لا
بدي اعزف رح ضل اعزف للاخير. خلي ام هاني تطلعك من البيت. طالعني لو بتسكني بالشارع ما بخلي غادة تشتغل. ما في شغل يعني، ما في شغل يعني، ما في شغل. تفضل يا ابني تفضل. مدام؟ نعم. هذا هو البيت؟ ايه عجبك؟ ايه بجنن. بدي اقول لك شغلي، انا ومعي ثلاثة رح نستأجر، يعني احنا أربعة. أحسن، كل ما كثرتوا أحسن. تفضلي ستي، مشان ما تقولي بالمستقبل غشني. لا لا الله يرضى عليك. بي ولي بسم الله الرحمن الرحيم. خمسة وخماسة، خمسة وخماسة. لك يخرب بيتك على هالفوته، قولي احم احم دستور، بركي كان في وضع. يلي له ست اشهر ما دفع اجار بيت، ما له حق بالوضع. يلا ضبوا اغراضكم واطلعوا لبرا لشوف. وين نضب اغراضنا خالي ام هاني؟ مو شغلتي، الرجال جاي يستاجر ودافع قدكم بثلاث مرات. ايه اصلا ما بيحق لك تطلعينا لا. طيب اتفق ما بطلعك. هلا مدام انت جايبتيني تاجريني ولا الا الاخ؟ خلاص انت زدت لهم اغراضهم برا وقعد مطرحهم. يخرب بيتك، شلون راح زدت لهم التخت لبرا وهو نايم فوقه؟ ولا يهمك، هلا بجيب لك مؤازره، استناني هون. معافيين ان شاء الله. طالعوا من الغرفه بس بشرط. شو هو الشرط؟ بتعطيني الغرفه الي. يلعن تطرقك، يعني انت احسن من شفيق. اجار اوضه واحده ما عم تقدر تدفع. طيب مين بده ياخذ الغرفه؟ في اربع طلاب بدهم يستاجروها، كل واحد بده يدفع 250 ورقه. عزابيه؟ لك عم متجوزين تضرب شو اجداب، اربعه متجوزين بيسكنوا باوضه واحده. ما فيني عرق بجسمي عم ينبض اذا بخلي واحد منهم يفوت على البيت بكسر له الرجل تبعه. شو الشغله بهالبيت هيك سايبه؟ يا وليش انحمد كل الاهل؟ انت شو دخلك؟ انا عندي اربع نسوان هون. سكروا بوابكم على حالكم، ما حدا بيقرب نحكم. انا مطبخي بارض الديار وعندي اربع نسوان، اللي فايته واللي طالعه، بعدين شو سكروا على حالكم؟ شو نحن عايشين بسيبيريا؟ درجة حرارة عندنا هون 30 متري 40 متري 50، بالنهاية نحن بنختنق. يعني المعنى ما بدك تساعدني؟ ما بساعدك، ما حدا بيجيب الدب لكرمه. مو عيب عليكم تطالعوا الناس من بيوتها وتسكنوا محلها؟ يا اخي نحن ما دخلنا، صاحبة البيت هيك بدها. هيك بدها؟ لأنك دفعت لها أكثر. لا لانه هي ارخص غرفه لقيناها بالشام. ايه اقل غرفه بالشام اجرتها 2500 ليره، منين راح نلاقي بالسعر؟ شوف يا مثقف، اذا بدك تسكن بهالغرفه انت ورفقاتك يكونوا بعلمك انه ما راح تنجح هالسنه وراح ترفعوا ابدا، وبدي اجيب انا المسجله والبفلات. ما عندنا مسجله. بدي اجيب التلفزيون. ما عندنا تلفزيون. بدي اجيب الدربكه. ما عندنا دربكه. والله لا يا تحلف. بدون حلفان لا اقعد على باب اوضتك مثل الشحاط ضل دقلق بخشلك طبله ايدنا. اسمع لقلك الك ساعه عم بتهدد، إذا بتغلط وبتطلع برات الطريق هيك ولا هيك رجلك الثانية رح أكسرها. والصابونة؟ والصابونة مرتي عم يهددني. اللي ما بيعرفك بيجهلك. وخشومك دول رح أكسرهم مثل خشوم مرتك. مناخيري يعني؟ مناخيرك بدك تكسرهم؟ شوفي مرتي لساته عم يهددني. فوت فوتك حبيبي فوت. شنو بدي فوت فوتي أصلاً؟ الطريق ما بيطلع معه شيء، بضل هيك مكسور جناح على كل الأحوال. بس أعطينا طيور قبل ما نروح. هدول وهدول معهم؟ هدول إلا عم تضرب ماشي لحال. رح خلي لك زريعات لك. ما عاد بدها لك مين يمسك الكتب؟ هات عنك، العلم نور والجهل نواسة. صدقتي. اوه يا امي دخيل دخيل عم يضربني. بتكون جنحة بعدين بتصير جناية. فازو لا عندك فحص. إن الاقتصاد الوطني في حالة ممتازة لا يحسد عليها. خير مرتامي خير، ليش أصوات كانت طالعة وهمدت فجأة؟ لا يهمك صهري، ما بتطلع من هون وسط مزرعة. آخ يا مرتامي آخ تسلميني، أنا لو ما كان عندي حما مثل حكايتك أبضاية وشطورة شو كان بتصير فيني؟ كانوا زبتوكم مثل الكلاب على الشارع. لا 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 هلأ نزعتيها. قولي مثل الهداء مثل الها مثل شو اسمه؟ ضروري تسمي الاسم يعني؟ مثل الشي اسمه انبسطت؟ شوفي ذبحوه يا سيدي ذبحوه. لمين؟ للمثقف سيدي المثقف. شوفي شو صاير. ها سيدي طعمان قتلي كسر لي رجل تاني عطبني. سيدي ذبحنا ذبحني لي كسر لي قلبي يا سيدي شرحه سيدي.
سيدي. وانت شو رجلك يا حلوه؟ انا ما بها شيء، خلي سيدي. ايوه تعالوا لشوف، مش حطوني هداك على المستشفى وانتوا سبقوني على المخفر لحقت معكم رملا. حركوا له. اوكي يا جوزي شخطني بريئه. انا بريئه بريئه، هو اللي قتل معك. انا بريئه. لا تدخل معك انت اللي بعدي. لا بقول لك رجال خايف عليك، كنت فت معه ما بدك عزيمه. منيح اللي جيتوا سيدي، منيح اللي جيتوا. بدي عمرتي وكانوا رح يروحوا فيها. وانت بالغرفة مسكر على حالك الباب بدل ما تطلع تفرق بيناتهم. سيدي مو مستعد موت برصاصة طايشة، لا ناقلي ولا جمل في هذه المعركة. حتى سأل نسواني. شو يا نسوانو؟ نحن كنا نايمين ما شفنا شيء، واللي قالوا فيفو صح. فيفو؟ انت هاني شو جابك لهون؟ سمعنا الصوت يعني نتفرج سيدي. يلا يا ابني كملنا إلا شوف. ديروا بالكم، ديروا بالكم عليهم، هدول شو حموس وين؟ شو طفي؟ خدمة الشعب زدتونا أغراضنا على الشارع. بيرضيك هيك سيدي؟ ما بيرضيني يا أبونا. ايش في؟ وغادة مثل ولادي وأعز، بس القانون قانون وما عم يدفعوا أجر. عمو الرجال هو ومرته ملحوشين بالأرض إلا لأمهاني قناعة تصبر علينا يا سيدي. تيست ما كانت تقتنع. شو أعمل؟ أنت بشعري. ادفع عنه أنت وبعدين هو بسدك. بسدني؟ إيه أنا بسدك سيدي. إيه أنا قادر أدفع عن حالي حتى أدفع عنها. سيدي جايبين لنا أروع عزابية مسكين نعلوم بالبيت ونحن كلياتنا نسمع. مزبوط سيدي، لا فينا نفوت ولا فينا نطلع، مزلطين نحن قدام العزابية بيقول عليك. لا لا هذا الحكي عيب، لا تخلوني أزعل منكم. العزابي مو معناها بلا شرف. إذا أخلوا بالأخلاق الحميدة وقتا منتصرف. ما فينا نمنعهم ونقول لهم لأنكم عزابية ما بصير تسكنوا. عمو أنا بدي ضلني هون ملحوش بين الرجلين، بين اللي بيسوى واللي ما بيسوى. لا يا شفيق لا، مو إجر وإجرك بالفلقة سوا. نسواني هدول أربعة وين بدي روح فيهم؟ عزابي فايت وعزابي طالع. فوتي لجوا أنت وياها، عايزة تتفرجوا على اللي بيسوى واللي ما بيسوى. شفيق ولا يهمك حبيبي، هماتك وراك. أيها الشرطة فوتوه لغرفة مليئة. أمي شو فوتوا على بدك يعذبك عمي. يا شو علي لا تخافوا، بالنهار بنفوته لغرفة بديع، بالليل منطلعوا على أرض الديار بيناموا. أمي وأنا كمان بدي نام برا؟ مؤقتا. إذا شفيق بعزه وجاهه رموه ومرته مثل الكلاب، أنا بكبري شو بده يصير فيني؟ إن شاء الله يا شرطة ويا عمو أبو نجيب بروح قتل وبتتلبكوا وما تعرفوا غريبي مين. بس لا تنطمئز، بدي أنطمئز. علم الاشياء علم دراسه ظاهره الجريمه للبحث عن اسباب وتحديد طرق علاجها. اصبح علم الاشياء شعبه علم دراسه ظاهره الجريمه للبحث عن اسبابها وتحديد طرق علاجها. فعلم الاشياء يدرس ظاهره الجريمه كحقيقه اجتماعيه يدرس حقيقه الخروج المرض على قواعد المجتمع كما يدرس الظروف الاجتماعيه للجريمه. وعلم الاشياء مشروع علم الاشياء علم دراسه ظاهره الجريمه بديع وطالع لي هالعود. لا فكوا اجا دورك يلا. عندك دربك يا ابو اورد؟ ما حد تورع عفيف يجيب دربكته. من ايمتى غير عفيف بيسمع كلمتي؟ لك شو قصه تسمع كلمتي؟ مو قصه تسمع كلمتي، عنده نسوانه الاربعه خايف عليهم التاني معهم. اخ انا هلا لايمتى بدي ضلني هيك شيء بين الرجلين وشي ولا شو اسمه؟ شو نساوي لك؟ انت صوابك بحوضك بدك طول بالك. انا صوابي بحوضي، صوابي اليم انا، كله منك، كله منك. الله لا يعطيك العافيه، اخذتنا بالطريزينة بدك تشممنا هواء، اكلتنا هواء على الجسم. ايوه ادخل. دربك جاهزي. ايش حطوا لي شفيق لكم لبرا يلا. وقفي وين رايحه؟ انا رايح معي. لك يبعتك. هدي. انا رايح على بيتك. عايش.
يا شحطني انا كمان معكم لبرا. لا لا انت خليك هون، بركي لقيت معركه برا. حوضك مو متحمل صواب تاني لانه صوابك قليل. خلوني انا مع جوزي. قومي لشوف سبري بسبرك، قومي لشوف، يلا تحركي قدامي. باي حبيبي. باي. كله منه، كله منه، اخذنا بالطرازينة بدي شممنا هواء، طعمانا هواء، عند الجسم. سمعت انه فحصوا بكرة، بعد هالحفلة اللي بيعرف شي رح ينسى. خليهم يسقطوا الله لا يقيمهم. لك شو عم تعمل انت؟ عم دوزن امي. ما بدنا ندوزن هلا، بدنا نشاز نحن. طيب شو الغنية بدكم اياها؟ بديع منغرلش. منغرلش. شو بدنا نبسطهم نحن؟ بدنا فرق رور. امي لعيونك فرق رور فرق رول. من مفرق جازم للسلامين حاجي تهيل للدمع يا عيني، حاجي تهيل للدمع السخينة على ولي في الكان مسليني. يلا من مفرق جازم. نقعد نتذكر هلا. لعيونك شفتك يا جنوني على البيتر طالعة. قوموا شباب يلا يلا لعيونك. اتكلوا على الله. يلا روح شايف لك. ايوه
علينا. اي يا جون يا خلي اي يا برا ومرتي كشف. والحال؟ الحال انه النسوان بيناموا بغرفة والرجال بيناموا بغرفة. لا حبيبي هيك بتصيروا مستأجرين رسمي هون. طيب انت بيهون عليك كل ما حدا منه لهدوك الشباب فتح الشباك يشوفني انا ومرتي اختك. مؤقتا. هو انا تصطفله. انا بالنسبة لي ما بفرق معي بنام برا احلى على قلبي نام بالبرودة بس مشان غادة اختك. اك ايه ركبوا ناموا سيب يمشي الحال. ايه مزبوط بناموا سيب يمشي الحال. شفافة هيك ما بيمشي الحال شفافة. أنا شو بيطلع بإيدي ساوي شفيقنا سامي؟ أنا هيك ما بيمشي الحال معي. قومي ساوي مثل ما قلت لك قومي. طيب ماش بهوي شفافة. حاجة هيك منيح تعي. يا حبي هلا صار فينا هيك ننام بالشارع وما بتفرق معنا أزمة السكن. لحقت لنا ريحة اللي تعايشة فيه. معلش تقت لنا ريحة دهان أحسن ما يبصبصوا علينا من الشبابيك. شفي شبعك؟ غطى على قلبي من الريحة. وليه على قلبي؟ مطورين على الحالة صهرك وبنتك صار لهم شهر منحوشين هون برد الديار وبعدين انا مليت من الجبصين وانا اكثر قلت لحالي اليوم بفكون الجبصين يبلي بقتلهم الكسر على كبر ما بينجبر اول منين نجيب مصاري لا تقولي لي اني شيء ما عصفيا ما في الا نقنع ام هاني تتركنا بالبيت شو بدنا نساوي ما ضل شيء نبيعه أنا رأيي وقت بتجي اليوم من سهيرة حاكية بالحسنة قال الإيد اللي ما بتقدر عليها بوسة وجه عليها بالكسر وإنت صادق بتركبها على الطرطيرة وبترميها من فوق الجسر تفضل يا ست أم هاني طولي بالك شوي الدنيا دين ووفاء طلعي في حالتهم بتقطع القلب كيف كل أغراضهم مشلحة برا أنا من الشرطة وتقطع قلبي عليهم طيب لإمتى بدي ضل مطولة بالي يعني بكرة بيقوموا بالسلامة وبسدوا كل شيء لك يا سيدي انا عم بتعيش من ورا هالبيت بعدين صار لهم كذا سنه ما رفعوا لي الاجره واذا رفعوها لا في مستاجرين عم يدفعوا لي 4 اضعاف
هن إذا رفعوها بيرفعوها 50-60 ليرة وبالكتير 100 ليرة. يعني تنحتي؟ إيه تنحت. لا حول ولا قوة إلا بالله، تنحت صاحبة العقار. قولي معقولة كنت تسكنوا كلكم هون عندي؟ شو بدك يا أنا نعمة؟ يعني أنت بتريد أنصب ناموسية بأرض الديار ونام أنا وأبو طمسة ولا؟ لا أمي بس يعني هذا مو حل. هلا حل ولا مو حل؟ أمك أحطونا وأنا أحطوني مو صغير غير هالغرفة، شو بدنا نساوي؟ ما في إلا ننصب برداية بنص هالأوضة ونقعد النسوان من جهة ورجال من جهة. أبوك يا الشنطة، أبوك يا الفخر. غدا فكي الجبصة. مو في أشتغل؟ تحت إشراف زهرة. شلون يعني تحت إشرافي؟ يعني تشتغل معك. إيه أنا بألف يا ويلات دبرت شغل، ما بيشغلوا التنتين. ما حدا رح ياكلها، وين ما دبرت شغل تشتغل. ماشي، بس ما بتحكي مع رجال؟ ما بحكي مع رجال. لا بالمنيح ولا بالأبيح. لا بالمنيح ولا بالأبيح. إذا رجال سلم عليكي وقال لك مرحبا شو بتقلي له؟ ما برد عليه. لا، بتقلي له بو عليك، شو بتقلي له؟ بو عليك. أيوه، برافو. طيب ليش عم تثبت البرادي؟ لهالدرجة خايف علي؟ خاف تزيح البرداية هيك ولا هيك قوم يبين حدا جوا. طيب إذا شفت حدا عم يتطلع اقلع له عينه، ببطل حدا يعيدها. يا حبيبي صاروا 8 عزابية برا، 4 مثقفين و4 حرفيين، يعني 16 عين، شو بدي اقلع لاقلع؟ ما إلي مصلحة. سكري تمك أحسن ما أخذ لك يا. مرحبا. تفضلي. تفو عليك. تفو عليك. شاملة سمعت جوزة لكسرك. يا الله يساعدنا ويساعده. ليك نايم جوا لا بيهش ولا بينش، حوضه مكسور. هاي إليك ولأبو طمزة، هاي إلك ولغادة في كل السادة مديح، هاي إلك وهاي إلي. يعني أنت وجوزك كل واحد منكم وحدة وأنا ومرتي على وحدة؟ هاي وين مدعومين أنتو يعني؟ يعني نشفي كتر خير اللي حسبة حسابك وحدة. أنا لو جبت كنت وزعت بالتساوي. ما بكفي بالتساوي. لكن تحسبي حسابك على كمية محرزة من الأول. جبت على قد مصرياتي، بكرة خلي مرتك تشتغل وتجيب لها. ليش مرتي؟ عم تعرف تلاقي شغل لحتى تجيب لي؟ منين بدها تلاقي شغل؟ إذا كل واحد قال لها مرحبا بترد عليه التحية بأفضل منها وبتقول له تو. اسمعوا لا شفي، لا تقعد تتحكم فينا، فهمت؟ غادة بدها تشتغل يعني بدها تشتغل، قوانينها كل متخلفة ما بتمشي علينا. يعني إذا بدها تشتغل ضروري تشلط. لك يا دب، إذا واحد قال له مرحبا معقولة ما تحكي مع حدا ولا ترد عليه؟ معلش تقول مرحبا بس ما تبتسم. بدها تبتسم وتشرط حناكة كمان، ما حدا بيشغل عالم تخوف الزباين. مو بس بدها تبتسم وبدها تلبس على القصير كمان. بكسر لها رجلتين التنتين بس يجبر حوضي. أبوك الحوض، أبوك الكسر، أبوك التشريط، أبوك التفوق. أختي ماني تفضلي وبعدين بكفي لك الباقي. يا لعيونك شو بدك تكفي لي؟ لا تكفي لي. إذا إلي معك من أجار كل شهر 200-300 ليرة، لك مالي لحالة بتطلع أجار سنة. خلص بكرة بكفي لك. لا ما باخدهم إلا كاملين، وإلا بيصير فيك مثل ما صار بغيرك. هاني دبة احكي لك شي كلمة، أحسن ما أنا قاعد مو أنا رفيقك أنا. أنت رفيقي؟ إيه رفيقك. كتير. قدي يعني؟ قد ما بدك. قبلك بشختك، لازم تدفع، لازم تدفع. صاحب العقار وهي أمي دايما على حق. خلص قلنا له بكرة. شو رأيك هاني؟ خلي مسك على شوارب أمي. يلا مسك على شواربك أوام. ناديك تجيها مشان يشوفوك. شفتوا؟ شيل. هات له شكل أبن. هات له صندوق. تعال لشوف. افتح الختيار لشوف، افتح. ينزل قصه. هاي الشباب. ينزل قصه. أحلى شريك روح. هذا مش نفس الشباب. هذا شيء عليها مثل ما قلت لكم هاني. بعيد يا برني انا. شو دخلك؟ داخلك يا حلو.
وين لهلا؟ هلا سكر المكتب. عم قلك وين لهلا؟ يا علينا شفي الساعة 8 بيخلص الدواء. شفي بلا مسخرة، كل ما فاتت البنت وطلعت بدك تهزقها، بدك تفتح معها تحقيق. خلصنا تحكموا فيني لأنه حوضي مكسور. كله منك أنت السبب، أخذتك شملنا هوا على الطريزينة طعميتنا هوا. خلاص نكون هوا، أنت اللي عم تتحكم فينا. لك ما بيكفي حوضك مكسور وعم نخدمك، مو عاجبك تطلق. شو أمي شو أمي طلق ما طلق، أنا ما بدي أطلق ما بدي أطلق. خرسي مالك شايفتي مو عاجبه العجعر. لك إيه خلصنا بقى، طققتونا ما بيكفي قاعدين على تخوتنا، لسه بدكم تقرقوا راسنا، اطلعوا ناموا برا. بدي نام. وأنا؟ لا لا الله يسامحك أنت وبديع، هيك بدكم تحطوني لبرا وأنا حوضي مكسور. لاني نام برا انا في 16 حنشور، اذا الواحد فيهم اتكى على الحيط بيهدم انا وحرمتي كشف. شلون؟ بعدين انت وليه؟ شو بيضمن لي انه شغلك بيطلب تضلي للساعه 8؟ اخ بس لو ما يقولوا تمرجل على واحد حوضه مكسور. يعني لما كان حوضي مو مكسور كان يطلع معك على اساس؟ لا خلصنا بقى خلصنا، بس ينجبر حوضك ابقى ارجينا. عادي لشو استلمتي المصاري؟ ايه امي 5000 عدن ونقدن. شوفي انا معتمده عليكي، كل مصرياتي اشتريت فيهم مونه وبرتقان. لك شوفي شبكي نشترت؟ نشترتي؟ شلون نشترتي؟ انا اكيد الرجال اللي كانوا عم يلزق عليكي بالسرفيه. ليش في رجال لزق عليكي بالسرفيه؟ ايه شوفي كثير كان عم يلزق، حطيت الشتاله بيني وبينه. قربي لك شوي. اجت ام طويس. ايه شو الاجاب تاعي؟ اهلين وسهلين اماني، فضلك وجميلك ما رح انسى طول حياتي ما حييت. يعني ما معكم؟ ايه شو عليه؟ بكره ابو نجيب بحلها. يعني شو بيعمل لنا ابو نجيب؟ ناس مكاسير، ان شاء الله منموت كلياتها بتتلبك يدفننا انت وابو نجيب. ان شاء الله. شفتي شلون عم تتغنوج لي؟ تفضلوا. يا ام هاني طولي بالك شوي. اخي انا مالي فاتحه جمعيه خيريه. اخ بس لو ما كنت شرطي. ليش؟ كنت قوصتك بارضك، بس شو بدي ساوي؟ مضطر نفذ القانون لاني شرطي بس. مشو وراي لشوف. اهلين سيدي. أتلقاك وطرفي مطرق يا بورا. بالعربي سيدي. مضطرين. يعني على شو مضطرين مرت عمي؟ دري أحطلنا لبرات البيت واضحة. شو صحيح سيدي؟ إيه نعم يا بورا، القانون قانون. يعني وين بدنا نسكن سيدي؟ شارع؟ ممنوع بالشارع. يا ريت لو مسموح كنت أنا سكنت بالشارع وخلصت من هذا الإيجار السياحي. لكن وين بدنا نسكن نحن سيدي؟ ما بعرف ما بعرف يا بوران. شو سيدي؟ طالوا على الاغراض لبرا لشو. لبرات البيت سيدي، ها مو بارض الديار، بعدين بيستملكوه. مسك مسك خلي لي يا معك اشوف. شو سيدي ما بدك يا؟ بس لبينا مروي خايف تفلت اعصابي واوصها بارضها. يا ريت كنت معنا بالطرطيره بالسيره، كنت عاطبتك مثل ما عاطبتهم. أعطونا مما أعطاكم الله. اشبروا بخاطرنا الله يشبر أحواطكم. أنا التنكان وعلى الله. يبعث لي حمى عليك يا أبو طمزي على القفلة، عيون عائلتي مشنشنة تشوفك على هالشوفة. صدق جاري ولا موت. الله يشبر عنك يا فتى. الله يسلم دياركم ويعوض عليك. كتر خيرك. الله لا يعطي العافيه، يخرب بيته شو مكتر. بعدين ما طخها يعني حطها بالطشت زتها من فوق هيك. خرس لك شوي ليقفي. من مال الله. صدق جاري ولا نهر مقطوع. عرونا مما اعطاكم الله. مرحبا يا مدام بورا. اهلين. جبت لك زباين بشكل دايم. بتمروا كل يوم الصبح ولا بتتصدوا على كل واحد منهم بليره؟ انا ما معي سيدي.
خلص قعد لك معه شي ساعتين بتطلع خسكارك العمى شو نقاه. يعطيكم العافية. الله يعافي قلبك. الاتكال على الله. ناح يلا. الله يجبر اللي بيجبر. في بيلتقى. سليرة. أهلين مهاني حبيبتي، صار معنا مصاري منيح تأجرينا بدل الطلاب. ايه بأجركم ليش لا، بس بعقد سياحي. ها وهدول شاهدين علي، نزلوا الشارع. Bonjour.